أحبتي في الله، فلنعلم جازمين بأن موضوع المعتقد موضوع مصيري يثمر القرار في جنة أو نار، وموضوع المعتقد موضوع لا يمكن لأحد أن يملك صلاحية العبث به أو تغيير معالمه مهما كانت الأسباب الدافعة إلى هذا. وإن أولئك الذين يدندنون على مسألة اللقاء والوحدة والتقريب ولكن يعتمدون وسيلة أو قاعدة الغاية بر وسيلة، أولئك لا يمكن أن ينجحوا لا في لقاء ولا في وحدة ولا في تقريب، إنما هي بسمات مصطنعة على الشفاه وكلمات مسطرة على الأوراق ولقاءات تستمر لساعة أو اثنتين ثم يعود كل شيء إلى ما كان عليه وتعود حليمة لعادتها القديمة كما يقولون. ولكن حينما نحن نريد حقيقة وصدقا أن نصل إلى مستوى الوحدة والاندماج والتماهي إلى مستوى لا يبقي فيما بين أبناء الأمة مصطلحا يفرق ولا حاجزا يحول من الاجتماع، إذا أردنا كل هذا فعلينا أن نتطارح المسائل الشائكة والحساسة التي تفرق صفوف أمتنا، وأن نضع المصطلحات والعناوين التي تكون سبباً في افتراق أمتنا تحت مجهر البحث الدقيق الصادق الموضوعي النزيه الذي يكون من ورائه قصد صادق حقيقي في جمع الأمة وتوحيد كلمتها وصفها. حينما نقول وحدة ونقول لا فرقة فإنما نريدها وحدة قائمة على أصول صحيحة وليست على المجاملات وعلى الخداع وعلى البسمة الصفراء لحظة اللقاء والقلوب تنطوي على ما تنطوي عليه. إننا كلنا نعشق الوحدة ونريدها، ولكن نريدها صحيحة حتى تثمر، لا نريدها جلسات فنادق، إنما نريدها اتحاد خنادق. نريد وحدة تقوم على بناء متين، تقوم على وعي وإدراك، تقوم على التجرد من العصبية، على التخلص من الرواسب، على الاعتراف بالخطأ إن وجد، على التدقيق في التأريخ وفرز الغث من السمين فيه. نريد وحدة تقوم على أسس الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم جميعا من آل بيت النبي الأكارم وصحابته الميامين. نريد الوحدة ونريد اللقاء ولكن على قواسم مشتركة متفق عليها مع كشف الدخيل في الفكرة وكشف الزيف في المعلومة وكشف الدخن والخطر في التأريخ. إننا نريدها وحدة تمثلها سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم خير تمثل في حياتهم أقوالا وأفعالا وأخلاقا وسلوكا، ونريدها الآن أن تعود من جديد، ونرفض أن يتكلم أي أحد باسم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو باسم صحابته الكرام وكل يدعي أنه يحامي ويدافع أو يحب ويوالي فيتكلمون باسم عمر ما عمر منه بريء ولا يرضاه، ويتكلمون باسم علي ما علي منه بريء ولا يرضاه. إن عمرا وعلي، أبو بكر وعلي، عثمان وعلي كانوا أمة واحدة
جسدا واحدا، قلبا واحدا، فكرا واحدا، رسالة واحدة، كانوا جميعا على قلب رجل واحد. فلا نريد لأحد أن يتكلم باسم هؤلاء أو باسم هؤلاء لشق صف الأمة. لا نريد لأحد أن يتاجر بهؤلاء أو لهؤلاء لصالح رعوناته وآرائه وقناعاته وتعصبه الأعمى. إننا نريدها حقيقة ناصعة، كيف كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع آل بيته الطيبين، كيف كانت علاقاتهم، أحوالهم، كيف كان حبهم لبعضهم. على أساس تلك العلاقة نحن ننادي بوحدتنا ونطلبها ونعترف جميعا بما كانت عليه، وما سوى ذلك فهو مردود على أصحابه من الغلو المقيت الذي لا نقبله ولا نرتضيه أبدا. فما أحوجنا أيها الأحبة إلى هذه المكاشفة الصريحة والجريئة التي لا تعتمد المجاملات ولا تعرف خوفا في الله، من أجل أن تصدر حقيقة ناصعة تجتمع الأمة عليها حقيقة وفعلا في وقت أحوج ما تكون فيه إلى الاجتماع أمام هذه الهجمة الشرسة التي تمارس علينا من أعدائنا وأقبل علينا من كل حدب وصوب. ولذلك ستكون حلقة هذه الليلة عبارة عن ذكر مواقف ومشاهد وأقوال وأفعال من حياة سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم، من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومن صحابته الكرام. أسردها كما هي بلا تبويب بلا ترتيب، سأسرد الكثير والكثير، وما عليك أيها المسلم إلا أن تصيغ السمع إلى كل ما سأقوله وأردده من الأحاديث والنقولات والآثار والمرويات والقصص والمشاهدات، لكي تخرج في النهاية بخلاصة واضحة وبحقيقة ناصعة تؤكد لك كيف يكون مشروع الوحدة، وتكشف لك زيف الأدعياء الذين يتاجروا بكلا الطرفين ويجعلوا كلا الطرفين صحابة أو آل بيت، يجعلونهم مادة فرقة ومادة نزاع، وهم ما عرفوها ولن يعرفوها بإذن الله. فإلي أخي بكليتك، وارع لي سمعك، وتوجه بقلبك وفكرك، وتنقل معي في هذه الحديقة الغناء، وأنا أقطف لك فيها هذه الأزاهير الطيبة والرياحين العبقة والورود الجميلة، لكي يتجلى لك أي صورة رائعة كان عليها من سلف رضوان الله تعالى عليهم حبا ولقاء ووداد، سواء كانوا آل بيت أو سواء كانوا صحابة. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم عرفوا قدر آل البيت، وآل البيت عرفوا قدر الصحابة، وكلهم سلف طيب طاهر، وكلنا أمة واحدة متوحدة. أريدك أن تستمع جيدا لكي تصدر قرارك في النهاية على كل من يستخدم اسم آل البيت للطعن في الصحابة، أو يستخدم اسم الصحابة للطعن في آل البيت، لكي ينكشف هؤلاء ويسقط قناعهم ويستبين للجميع بأن سلفنا كانوا قلبا واحدة وأمة واحدة، ونحن نمضي على هذا، ومن طلب الوحدة فمن خلال هذه البوابة، وإلا فإنها دعوة وادعاء لا تحمل من المصداقية شيء.